نقول لحضراتكم مرة تانية، طبعا الأهلي على موعد مع لقب قاري جديد لما هيواجه نهضة بركان إن شاء الله في السوبر الإفريقي يوم الجمعة القادم. هنتكلم بقى عن آخر استعدادات الفريقين الحقيقة لهذه المباراة من خلال طبعا ضيفنا اللي منورنا للمرة الأولى في 10 الصبح في الأهلي، واحد من الأسماء المهمة جدا في تاريخ النادي الأهلي، واحد من أهم هدافي النادي الأهلي في أجيال مختلفة، شارك مع النادي الأهلي قبل كده في انتصارات كتيرة جدا، 3 دوري، 3 كاس، 3 سوبر إفريقي، 3 دوري أبطال إفريقيا، كابتن أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق. صباح الفل وسعداء بوجودك، أهلا بيك. صباح الخير عليك كريم. صباح الخير عليك يا مهند، يعني مبسوط ان انا موجود معاكم، بس في معلومه كده مغلطه، انا 5 دوري. خمسه اللهم صل على جابر النور، لكن بقيه الثلاثات معانا زي ما هو. زي الفل. دي اول مره معانا وان شاء الله مش هتبقى اخر مره، ولسه كنت بضحك انا وكريم قبل الهوا، يعني كنت جيل قوي جدا جدا جدا، وكل اسم حقيقي ادى بشكل كبير جدا وقدم كتير للنادي الاهلي، حاجه كانت او فرقه كده كان يتخاف منها بجد، وما زال طبعا الاهلي، ولكن انتوا كنتوا برضو فرقه متميزه جدا. خليني اروح معاك شويه نتكلم عن كابتن احمد قبل ما ندخل بقى، لان احنا عندنا ملفات مهمه جدا من الناشئين وبعد كده هداف، وكان لقب حضرتك كمان احمد، بيقولوا لك احمد جوان يعني. فيعني خلينا نرجع شويه للكواليس زمان. بص انا يمكن يعني انا جيت النادي الاهلي وانا عندي 14 سنه ونص، كان مع كابتن خالد جد الله، لعبت تحت 15 سنه دوري، خدنا دوري طبعا، كان دوري القطاعات ساعتها وبعدين الجمهوريه. يمكن انا في السنه دي جبت حوالي 42 هدف يعني، ما شاء الله. وده كان رقم بقى قياسي بالنسبه لي يعني، كل ماتش 3-4 أهداف وكده. وكنا وبرده كنا كان فرقتنا فرقه يعني فرقه محترمه يعني، كان معانا امير عبد الحميد، كان معانا احمد صلاح حسني، كان معانا احمد السيد، كان معانا محمد جوده الله يرحمه، احمد اكرامي كان موجود معانا، في اسماء يعني مش عايز انسى حد، ابراهيم سعيد كان موجود مع الفريق يعني. يعني وكلنا على فكره كلنا طلعنا لعبنا فريق اول. بعد كده لعبت كاس عالم هنا في مصر 97، وكنت هداف مصر في كاس العالم، سجلت 3 اهداف، خدنا مركز سادس. تدرجت بعد كده لعبت في منتخب الشباب وبعد كده منتخب اولمبي مع سيد عبد الحفيظ، الجيل الاكبر مننا بقى ب3 سنين مع سيد عبد الحفيظ وايمن عبد العزيز والفرقه دي. وبعد كده ابتديت مع النادي الاهلي، اول ماتش كان 19/8/99، اول ماتش رسمي، انا عيد ميلادي 20/8/99، عشان كده فاكر التاريخ 20/8. طبعا قبلها بيوم على طول، وسجلت هدف في الماتش ده، وده كان اول مشاركه ليا مع النادي الاهلي، كانت في بطوله افريقيا. بطوله افريقيا وكسبنا الماتش ده، لعبنا كنا بنلعب شوتينج ستارز النيجيري، كسبنا 3-2 وسجلت انا الهدف الثالث. حلو، اول ما تبدا يعني بجول كده على طول. والله بص انا هقول لك، بص انا هقول لك على حاجه غريبه جدا. سنه 98 كان موجود في النادي الاهلي كابتن حسام حسن، فيليكس، موجود احمد كشري، موجود كان محمد فاروق طلع ساعتها بيتدرب، كان موجود احمد صلاح حسني، كان موجود وليد صلاح الدين، علي ماهر، علاء ابراهيم. وكنت انا يعني بتدرب في الناشئين وبتاع، وبنلعب في الناشئين وبلعب منتخب اولمبي ساعتها برضو. بس عارف انت في 7-8 يعني سوبر ستارز، مش لعيبه عاديه يعني، مش لعيبه عاديه. النهارده احنا بنعاني عشان نلاقي مهاجمين وكده، لكن يعني انت بتتكلم في وقت كان في 7-8 مهاجمين كلهم، اي حد دلوقتي ممكن يشيل فرقه كامله. صحيح. فكنت هنا في الجزيره بتمرن، فخلصت تدريب ورحت اتفرج على الفرق. فبعدين عمال اعد بقى في الفراوده اللي موجودين في النادي الاهلي، فعارف انت يعني واقف، هل ممكن مثلا السنه الجايه، خلاص عندي 18 سنه والسنه الجايه 19، مستني بقى تتصعب. لا، هل ممكن الواحد يطلع يلعب في وسط الناس دي؟ انا عارف امكانياتي كويس الحمد لله، وعارف ان انا كويس، لكن في وقت بيبقى اللي قدامك حد قوي جدا، اسمه كبير جدا، فهل انت ممكن المدير الفني مهما كنت كويس يختارك يحطك في وسط المجموعه دي، خصوصا لو عنده عدد كافي من المهاجمين كمان؟ لا، وعدد ايه، كلهم يعني كلهم سوبر ستارز يعني. وليد كان متالق، وكابتن حسام حسن، وعلي ماهر كان متالق ساعتها، واحمد كشري كان ماشي كويس، واحمد فيليكس، يعني بقول لك اسماء يعني، غير طبعا محمد فاروق، غير احمد صلاح حسني، غير الاسماء الناشئين. فكنت واقف قلت لا استحاله، الموضوع ده هيبقى صعب جدا يعني، هيبقى صعب جدا. فابتدي ارتب حالي ان انا ما ازعلش، تمام؟ فلكن شهر وبس واحد تاني الموسم اللي بعديه على طول، يعني كابتن حسام لا كان موجود صح، كشري مشي، وفيليكس احترف
واحمد صلاح حسني احترف في الدنيا الدنيا اتظبطت وطريقه من عند ربنا توفيق ربنا سبحانه وتعالى. طبعا بالمناسبه الكلام عن المهاجمين، يعني انت في وسط كلامك بتقول في موسم واحد احرزت 42 هدف، وفي وسط كلامك برضو قلت ايه يعني دلوقتي ساعات بنعاني عشان نجيب مهاجم. صحيح. طب ليه بنعاني في الاتيان بمهاجمين واحنا عندنا يعني حتى في على صعيد الناشئين اللي الناس اللي هم بصدد التصعيد احنا نصعد يعني عندهم عندنا ناس زي الفل؟ دي واحده. الثانيه برضو من الامور الملفته جدا للنظر، ليه ما بقاش في غزاره تهديفيه عند الهدافين اليومين دول بالمقرب ايامك مثلا؟ بص هقول لك على حاجه، دايما يعني طرق اللعب بيبقى ليها تاثير على اداء المهاجمين بالذات. يعني احنا كنا بنلعب 4-4-2 او 3-4-3 او 3-4-1-2، دي الطريقه اللي كنا بنلعب بيها. فكان اثنين فراوده في الملعب اساسيين وكان في اثنين احتياطي. اثنين فراوده ده معناه انك انت بتعتمد اعتماد كلي وجزئي على الفراوده في تسجيل الاهداف زي ما كان بيحصل معانا كده. مثلا انا خدت هداف دوري، وعماد متعب خد هداف دوري، ابو تريكه خد هداف دوري، حسام حسن خد هداف دوري، وفيليكس هكذا. كل يعني طريقه اللعب نفسها هي اللي بتوضح دور المهاجم في الملعب وبتساعده انه يسجل. وبتساعده طبعا، لان انت بتلعب على اطراف الملعب وتعتمد على المان تارجت اللي هو راس الحربه بتاعك في الحته التهديفيه. النهارده طرق اللعب اختلفت حتى بامكانيات اللعيبه المختلفه او القليله. يعني انت النهارده مثلا لما تيجي تقول ايه انا بلعب 4-2-3-1، الطريقه التقليديه اللي يعني اللي مايندي بنلعب بيها عثماني اللي كل العالم بيلعب بيها. الطريقه دي ما بتعتمدش فيها قوي على المان تارجت بتاعك ان هو اللي يسجل الاهداف، رقم 9 لعيب السترايكر رقم 9 ما بتعتمدش عليه، انت بتعتمد على الاثنين اللي من على الجناحين او مثلا البلاي ميكر او المايسترو بتاع الفرقه هو اللي بيسجل الاهداف، بتعتمد على مجموعه من العناصر. انا عايز اقول لك على حاجه مهمه بمناسبه ان الناس بتتكلم عن الاهلي والتهديف. الاهلي اكتر فرقه في الدوري مسجله اهداف، ومع ذلك ممكن ما يكونش الهداف من النادي الاهلي، لان انت في الطريقه دي بتعتمد على الكل وليس الفرد. طبعا بتعتمد على لعيبه كتيره جدا بيسجلوا اهداف، زي ما جوارديولا كان بيتكلم بيقول لك انا في الطريقه دي انا ممكن يعني اشتغل مثلا. يعني ايه الفرق ما بين مانشستر سيتي وما بين توتنهام؟ ان توتنهام بيعتمد على هاري كين، هو ده الفرق ادمان تارجت اللي بيسجل اهداف وهدف الدوري. لو لما بيغيب هاري كين بيحصل وحصل فعلا مشاكل لتوتنهام في تسجيل الاهداف وبالتالي في المكسب. النهارده لا العكس، سيتي بيعتمد على مجموعه اللاعبين، محرز بيسجل، ستيرلينج بيسجل، اجويرو بيسجل، يعني كل اللعيبه بتسجل اهداف. فهي دي الطريقه بتاعه النادي الاهلي، تمشي مع الفرق الكبيره، لكن الفرق الصغيره اعتقد هيبقى الامر صعب جدا بالنسبه لها، لان الفرق الصغيره طريقه اللعب مش انك تمتلك وتستحوذ وتوصل للمرمى، لا طريقه اللعب انك تلعب على كاونتر اتاك، فانت عايز راس حربه يبقى سريع جدا وقوي جدا وبيعرف يسجل اهداف. ودي ما بقتش موجوده لان خلاص انت بره يعني في الاحتياطي بيبقى عندك راس حربه واحد فقط وعندك واحد في الملعب ممكن كمان تستبدله وتلعب بشادو سترايكر، فما عندكش فكره ان انت عايز راس الحربه بس هو اللي يسجل، بقيت عندك فكره ان الاثنين اللي على الاطراف واللعيب اللي بيلعب البلاي ميكر ده هو المفترض ان هو يسجل ده بالنسبه لك. عشان كده اختفت كثره اللعيبه راسات الحربه اللي هو رقم 9 ما بقتش موجوده. كل فرقه فيها لعيب او اثنين بيك كتير، كان زمان كل فرقه فيها 6 7 لعيب او 5، يعني بكلمك في النادي الاهلي مثلا 98 7 لعيب، واحنا في الناشئين اثنين ومستنيين ناخد فرصه، فكان اثنين بيلعبوا وممكن تغير اثنين، لكن النهارده واحد فقط لا غير، وبتغير واحد مكان واحد هكذا. عشان كده يعني التشكيل بتاعنا جيد دلوقتي. نقدر نقول ان حضرتك اكيد سمعت ناس كتير بتقول احنا محتاجين لا نجيب فروت اخر، يعني انا شايفه ان التشكيل عندنا او حضرتك بتتكلم ان التشكيل عندنا كويس. احنا عندنا محمد شريف، سواء بواليا يعني نختلف او نتفق عليه، بس هو برده كبديل موجود. فحضرتك شايف ان احنا كده كفريق كاملين؟ بص طبعا الاهلي مكتمل طبعا، يعني طالما بتقدر تسجل اهداف، طالما بتقدر توصل، طالما اطرافك بيقدروا يسجلوا اهداف والبلاي ميكر بتاعك بيقدر يسجل اهداف والميد فيلدرز بيسجلوا اهداف، يبقى انت بتشتغل كجماعيه. بالظبط، لعبه جماعيه. بالظبط، بتعتمد على الجماعيه، بتعتمد على يعني اللعيبه اللي موجوده عندك كلها، مش على لعيب واحد فقط. وده اللي خلى حد مدافع زي بدر بنوني يسجل اهداف. طبعا يسجل اهداف. ما خد بالك طريقه اللعب بتبقى مهمة جدا جدا لكيفية ان انت ازاي تدافع وازاي تهاجم. ازاي اهاجم؟ زي ما انا قلت لك الاهلي بيعتمد على اللعيبة الكتير، مش لعيب واحد فقط لا غير، مش مروان محسن بس، مش محمد شريف بس. يعني محمد شريف بقاله ماتشين تلاته ما بيسجلش، بس في ناس بتسجل تاني. أيوة. يعني طاهر سجل ماتش بس الجماعية اللي انت بتتكلم عليها على اعتبار ان هي عنصر استجد الى حد كبير في تكنيك لعب كتير من الفرق، مش المفروض بالضرورة وبالتبعية ان ينتج عنها زيادة في الامتاع؟ ده طبيعي. طب هل ده حاصل قوي؟
شوف انا هقول لك يعني مع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت الكلام ده مش موجود لعده اسباب. اهمها ان انت بقالك شهر ونص يمكن لعبت 12 13 ماتش في شهر ونص. ده صعب جدا على اي فرقه في العالم ان هي تلعب كل 48 ساعه. يعني بتلعب سبت حد تريح حد واثنين تلعب ثلاثه تريح اربعه وخمس تلعب جمعه. صعب جدا 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 انك يعني تلاقي فيه متعه في الاداء. المتعه بتيجي من ان اللعيب مستريح لياقته البدنيه حاضره فبالتالي هو جاهز طول الوقت. لكن انت بتلعب النهارده اللعيبه بتنزل ملعب وهي خايفه من الاصابه خايفه من الاجهاد خايف انت كمدير فني خايف على اللعيب نفسه ان هو يتعور فبالتالي بتعمل روتيشن استثنائيه برده يا كابتن الفتره اللي فاتت ما نقدرش نحكم فيها على الاهلي بشكل صعب يعني صعب جدا جدا جدا. ادي فرصه للنادي الاهلي اديله فرصه كويسه تمام زي ما اديت له فرصه كده هناك في الماتش بتاع سان داونز اللي هو الماتش العوده. هتلاقي اداء منظم تكتيك واضح المدير الفني بيعرف يفكر بيعرف كمان يغير. انت ما عندكش وقت تغير اخطاء يعني لو في اخطاء ما عندكش وقت تغير. برضو على ذكر اعطاء او اتاحه الفرصه خلينا بقى نتيح الفرصه لزميلنا العزيز كريم احمد المتواجد حاليا ضمن بعثه الفريق في الدوحه. صباح الفل عليك يا كريم وبرضو طمنا بقى الاجواء عندك عامله ازاي والحاله النفسيه والمزاجيه وحجم الاستعداديه اللي موجوده عند اللاعبين عامله ازاي. صباح الفل عليك اتفضل سامعينا. صباح الفل عليك زميلي العزيز كريم زميلتي العزيزه نهواند وكابتننا طبعا كابتن احمد بلال. بالتاكيد طبعا يعني حاله معنويه مرتفعه جدا وتركيز كبير زميلي كريم طبعا في معسكر فريق النادي الاهلي استعدادا لمباراه نهضه بركان السوبر الافريقي البطوله الغائبه على النادي الاهلي لمده 7 سنوات. لكن الحقيقه يمكن عايز اتكلم في البدايه على تدريب الامس. يمكن اتكلمنا وقلنا ان تدريب الامس هو تدريب قوي جدا وصلنا ضربنا تدريب خفيف في اول يوم لكن امبارح الحقيقه كان جديه وحماس كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي. واضح ان في هدف متواجد مع كل اللاعبين ومع مجلس الاداره الكل اللي بيجتهد لتوفير كل سبل الراحه للفريق النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله هذه المباراه تكون مناسبنا مع الحاله اللي احنا شايفينها مع اللاعبين. تدريب امبارح كان فيه جرعات تدريبيه قويه جدا يعني مش هنقول جزء بدني على قد ما احنا هنقول جزء تكتيك كبير جدا لبيتسو موسيماني. طمنا على عدد كبير من اللعيبه ويمكن قلنا ان احنا عايزين نشوف جرعه تدريبيه كامله عشان نقدر نقيم كل اللعيبه بدنيا وذهنيا وفنيا وصل لاني مرحله. تتكلموا طبعا على التلاحم الكبير والمرحله اللي فاتت الحقيقه كانت صعبه جدا على لعيبه النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي اكيد منتظر يشوف اللاعبين في قمه تالقهم وعايزين يشوفوا تكتيك وعايزين نشوفوا الجمل وعايزين نشوفوا المربعات اللي طبعا المعروفه على النادي الاهلي. لكن الحقيقه مع الضغط اللي احنا بنشوفه مع تغيير الجو ومع رحلات الشقه اللي بياخدها للنادي الاهلي يعني عايزين بس يبقى في تاني شويه على لعيبه النادي الاهلي. ما بنبقاش مكتملين بيغيب عننا عدد من اللاعبين. احنا كان غايب عندنا حمدي وعلي معلول وسعد سمير عدد كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي. لكن الحمد لله لو بطمنك بقى زميلي كريم زميلتي نهواند كابتن احمد بلال عايز ابدا معاكم بعلي معلول. علي معلول يمكن كنت قلت ان احنا منتظرين نشوفه في تدريب الامس بجرعه تدريبيه كامله. الحقيقه علي معلول بيعلن جاهزيته تماما لمباراه السوبر الافريقي. ادى تدريب اكتر من رائع امس واضح التركيز الكبير. شفنا بقى السبرنتات والترنات اللي احنا كنا مستنيين بس نشوفها مع علي معلول والشوتنج والكروسات. شفنا كل الكلام ده في تقسيمه كانت قويه جدا لبيتسو موسيماني اللي اوقف المران اكتر من مره. راجل عنده قراءه فنيه مميزه شفناها في سان داونز والحقيقه يعني من اللي احنا شايفينه الراجل قاري بشكل كبير جدا فريق نهضه بركان. راجل عايز يشتغل عليه بكل قوه. الراجل شاف الثغرات نقاط القوه الضعف تمركزاتنا عامله ازاي توزيع الجيم هيبقى عامل ازاي. الحقيقه يمكن تدريب الامس كان فيه تكتيك كبير جدا. طمنا كمان على حمدي فتحي بيعلن جاهزيته تماما. طبيب النادي الاهلي يمكن احمد ابو عبده طبعا رئيس جهاز الطبي اكد ان حمدي فتحي جاهز لكن هيتم عمل اشعه للاطمئنان عليه. هي الاشعه بس كانت اطمئنان فقط لا غير على حمدي فتحي. لكن حمدي فتحي باكد لك ان هو يكون ان شاء الله متواجد في قائمه مباراه نهضه بركان يكون يوم الجمعه. كل اللاعبين الحمد لله جاهزه بشكل كبير جدا. الاداء كان مميز جدا لعيبه النادي الاهلي موسيماني كابتن سيد عبد الحفيظ كابتن سامي ومصان كل اللعيبه الكبار الحقيقه بيتكلموا على اهميه هذه المباراه. بنتمنى كمان بقى يعني النهارده وبكره حتى يوم المباراه لعيبه بس يكون في حرص شويه في التدخلات لان الحماس كان كبير جدا وقوي جدا في تدريب الامس. عايزين بس اللعيبه تحافظ على نفسها يعني كان في كره مشتركه كده حسين الشحات احمد روان بيكم واضح الجديه واضح الحماس واضح ان كل لعيب عايز يبقى ليه دور في هذه المباراه. لكن كل مره هنقول هذا الامر الاهلي بمن حضر اي حد يكون متواجد في ال11 لاعب اللي يكونوا متواجدين في هذه المباراه ان شاء الله قعدته يكون على قدر المسؤوليه وباذن الله ينقصنا بس توفيق ربنا سبحانه وتعالى يكون معانا يوم الجمعه. النهارده هو نفس البرنامج امس افطار صباحا 10 صباحا 2:30 وجبه غداء 6 محاضره فنيه 6:30. انا بتكلم طبعا بتوقيت الدوحه احنا عارفين طبعا فرق الاختلاف الخاص بساعه على القاهره حتى الدوحه. لكن 6:30 النهارده يكون تحرك فريق النادي الاهلي على ان يتوجه الى ملعب جامعه قطر 7 مساء وهو توقيت المباراه. الامور الحمد لله ماشيه بشكل طيب ومطمئن جدا بس ينقصنا زميلي كريم زميلتي نهواند كابتن احمد بلال التوفيق مع فريق النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يكون معانا في يوم الجمعه باذن الله. ان شاء الله يكون التوفيق حليف النادي الاهلي والله ينور. بنشكرك جزيل الشكر زميلنا
العزيز كريم احمد المتواجد ضمن بعثه الفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي بالدوحه وعوده لضيفنا الجميل كابتن بلال. انا متاكده باذن الله يعني واثقين زي جمهور الاهلي هنرجع بكاس تاني ونحطه هنا مع يعني دولاب الكوز باذن الله ده هيحصل. وان احنا بقى ذكرنا نهضه بركان ويعني الماتش الجمعه القادمه خلاص يعني يومين بتفصلنا تقريبا. خليني اروح مع حضرتك لان مش هروح للفنيات على قد ما هروح يعني قصه هنا التنافسيه. احنا بنتكلم في نهضه بركان فريق مش ضعيف ولكن هو مش نفس المستوى اللي احنا عهدناه قبل كده ووقت لما اخذ الكونفدراليه في فرق كبير جدا حتى في الدوري السنه دي هو متراجع بشكل كبير. هل ده يقدر يدي طمانينه يدي خوف خاصه ان في تصريحات كانت من اللعيبه هناك في الفريق كانوا بيتكلموا ان هم لا عندهم تحدي وهم جاهزين وهم يعني الماتشات المحليه او البطولات المحليه لا مش هتبقى انعكاسها ان ده هم مش هيقدروا ينافسوا الاهلي يعني. خليني اقول لك ان اي فريق يبقى شرف ليه ان هو يلعب النادي الاهلي. لان الاهلي طبعا بالارقام والاحصائيات وبالتاريخ هو افضل نادي في القاره الافريقيه، فالوضع ده طبيعي يعني. يعني زي ما تقولي احتفاليه، انت بتلعب النادي الاهلي في اوقات كتيره جدا في انديه مش بتنول الشرف ده ان هو يلعب النادي الاهلي، يلعب في بطوله يعني مش مباراه وديه. النهارده نهضه بركان عنده مباراه مع النادي الاهلي، مباراه بالنسبه له للتاريخ. لو مباراة ببطولة للتاريخ خد بالك للتاريخ طبعًا. انت بتلاعب النادي الاهلي بتتحط في السي في بتاعك كنادي لعيبة النادي الاهلي في السوبر الافريقي. ولكن خليني اقول لك ان دايما او المعهود على السوبر في العالم سواء اذا كان السوبر الاوروبي او الافريقي ان بطل الابطال الدوري بيبقى له الغلبه بيقول الاغلبيه هو الافضل لان هو لاعب في منافسات افضل لاعب مع انديه افضل الامكانيات والقدرات والقيمه كمان بتاعه البطوله اللي لعب فيها او اللي اخذها او اللي حصل عليها بتبقى اكبر بكتير جدا. مباراه في الملعب تنافسيه ما بين الاهلي ونهضه بركان مش تقليلا من نهضه بركان أكيد. ولكن الاهلي افضل بكتير جدا. احنا تصريحات دي سمعناها من سان داونز وسمعناها من الزمالك وسمعناها من سيمبا وسمعناها من كل يعني كل ما بنلاقي فرقه بنسمع تصريحات من هنا لحد بعد لحد ما الماتش يبتدي بخمس دقائق. وفي النهايه الاهلي هو الاهلي، الاهلي بينتصر بامكانياته وقدراته وروحه العاليه جدا 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 وده اللي بيخلي الناس خد بالك يعني ده اللي بيخلي الناس تحط الاهلي في قيمته الحقيقيه. انك انت النهارده مهما كانت التصريح يعني في فرق بتتخض من التصريحات شويه، لما مدير فني يطلع تصريح تلاقي اللعيبه اتخضت وقلقت والمدير الفني ابتدى يغير حساباته، لكن احنا هنا النهارده احنا فعلا مش رد فعل. يعني الانديه الكبيره بتبقى فعلا انما الانديه الصغيره بتبقى رد فعل. هو بيعمل التصريحات دي كلها ممكن عشان يشيل الضغط من عليه طبعا علشان يدخل المباراه وهو الخوف اللي عنده والقلق والرهبه اللي موجوده تقل شويه او تختفي لانه عارف ان هو بيلعب النادي الاهلي، عارف تاريخ الاهلي كويس، عارف ان الاهلي وحامل اللقب الافريقي. يعني انا النهارده بلعب في الكونفدراليه وبلعب في بطوله دوري الابطال، انت خرجت من دوري الابطال عشان انت يعني مش عايز اقول قيمتك قليله ولكن عشان ادائك الفني ما كانش على المستوى الافضل. صحيح. النهارده الاهلي بيلعب سيمي فاينل افريقي. يعني نهضه بركان معرفش وصلت لحد فين تقريبا العاشر لا في الدوري العاشر تقريبا انا بتكلم ماشي لو العاشر بقى لحد ما يوصل بقى لحد مدينه نصر ربنا يحلها المولى يحلها ربنا. احنا عموما في اول حلقه النهارده كنا عندنا سؤال خاص بالسوشيال ميديا قلنا الناس متوقعين نتيجه مباراه الاهلي ونهضه بركان هتنتهي بنتيجه كام ومين كمان اللي هيسجل اهداف. تعالى نستعرض بقى في وجود حضرتك معانا برضو يعني وجهات نظر واراء الناس. امل العامر بتقول باذن الله الاهلي يكسب واحنا واثقين في رجالتنا. مصري وافتخر باسم اللي كتب لنا او اللي بعت لنا بيقول ان شاء الله اتوقع 2 للاهلي 1 نهضه بركان لان الاهلي قادر على كسر المعادله في الاوقات الصعبه. رشدي بيصبح علينا بيقول الاهلي هيكسب 2 محمد شريف وبدر بنون وبعد كده بسيوني سعد 3-1 للاهلي محمد شريف وقفشه وطاهر. ابو اسلام بيقول 2-1 للاهلي ان شاء الله وميدو بيقول 2-1 برضه للاهلي. في على فكره كومن يعني اجابات كثيره كومن 3-1 و2-1 على كل حال برضه هنا كريم عمده شريف وقفشه ان شاء الله و3-1 وكله يعني في كلمه واحد دي قصب مشترك مش عارف ايه واحد دي لو جت على قد الواحد طالما احنا 3-4 وحاجات زي كده مش عارف ايه واحد دي. ايمن نور الدين بيقول 2-1 للاهلي هدف حسين الشحات وبدر بنون. ده متفائل بشكل غير طبيعي. عيد سيد بيحيينا وبعد كده بيقول 2-1 برضه. وعبد العزيز رفعت بيقول ان شاء الله الاهلي هيكسب 3-0 مفيش واحد بقى هنا. هنا 3-0 وحسين الشحات محمد شريف وقفشه وبيصبح علينا كلنا. يوسف برضه ابو خديجه 3-0 للاهلي اجابات قريبه من بعض كلها. وحسني محمد حسني ان شاء الله الاهلي يفوز 2-0 صلاح محسن ومحمد شريف.
ايه دي بقى؟ كيرولوس الديس. الديس 2-0 صلاح محسن ومحمد شريف. ومحمد حمودي 3-2 لا وصلنا بقى للاثنين. 3-2 3-2 للاهلي ان شاء الله. قفشه هيسجل هدف ومحمد شريف هدفين، ومحمود الجعفري بيقول ان شاء الله 3-1 للنادي الاهلي، محمد شريف وطاهر محمد طاهر. ليه حمودي بس 3-2 ليه؟ معتز الشامي ان شاء الله الاهلي هيفوز 3-1، بس عايزين اداء يتحسن، والاهم البطوله التاريخ بطوله وليس اداء. صح ماشي، المهم نرجع فعلا باللقب. دي حقيقه، دي حقيقه، دي حقيقه. ماتشات النوك اوت انت ما بتعتمدش على الاداء اكتر ما بتعتمد على التاكتكس اللي تقدر من خلاله انك تكسب الماتش. يعني انا النهارده عندي بطوله السوبر، التاريخ ما بيفتكرش انا لعبت كويس انا. ايوه بيفتكر مين يا جماعه، مين اللي اخذ السوبر بالزبط. ومين اللي اتهزم. عايز اقول لك على حاجه كمان شخصيا، توقعاتك ايه؟ عايزين نعرف قبل ما نقفل. هقول لك على حاجه، بتوقع التاريخ اصلا ممكن انت تنسى اصلا مين كان الثاني. يعني دايما يعني ده اللي بيحصل على فكره. يقول لك سنه 2021 الاهلي بطل السوبر، ممكن تنسى اصلا انك لعبت نهضه بركان او لعبت مثلا تونس او الجزائر او اي فريق. الانجاز هو اللي بيحصل، انت بتفتكر بس مين بطل السوبر الافريقي. فمش بالضروره ان اداك يبقى الاداء المقنع جدا جدا. يعني ايطاليا لما خدت كاس العالم ما كانش الاداء مقنع جدا بالنسبه للناس، بس قدرت توصل. هقول لك على حاجه، البرتغال باربعه تعادل وصلت سيمي فاينل، اربعه تعادل توصل سيمي فاينل في بطوله اوروبا واخدت البطوله. تمام، فمش بالضروره ان الاداء يبقى مقنع للدرجه الكبيره جدا، بقدر ان انت بتلعب على البطوله. نختم مع حضرتك بقى بتوقعاتك. انا اتوقع 2-0 سريعا ان احنا وقتنا خلاص يا مسهل الحال. ان شاء الله خير، وان شاء الله نبتدي بقى حلقه يوم الاحد الجاي بجمله ايه؟ لصباح النصر باذن الله. يا رب تبقى مباراه قويه ويرجعوا لنا كده بالكاس، ونشوف حضراتكم انا وكريم باذن الله يوم الاحد.